هنروح مع حضراتكم لموسم حصاد القطن. من أهم الفترات الزراعية طبعا خلال العام، ناس كتيرة كانت بتظبط ظروف حياتها على موسم حصاد الذهب الأبيض زي ما بنقول، وده على اعتبار أن المحصول ده ليه قيمة كبيرة جدا للدولة وبيحتاج جهد كبير من المزارعين مع بداية هذا الموسم. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن حصاد القطن السنة دي، أهمية هذا المحصول اللي بيعتبر من المحاصيل الاستراتيجية للدولة. معانا على التليفون دكتور مصطفى عمارة المتحدث الإعلامي لمعهد القطن. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ انا كويس الحمد لله، اخبار حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. يا اهلا بيك، كلمنا اكتر عن حصاد المحصول القطن السنه دي. ان شاء الله يعني الموسم القطن ابتدى الجني بتاعه في محافظات وجه قبلي، على اعتبار ان هي من اولى المحافظات اللي بتزرع القطن في الجمهوريه. عندنا محافظه بني سويف ابتدت الجني، ثم يليها بعد كده محافظه الفيوم والمنيا وسوهاج وخلافه. المساحه اللي هي منزرعه السنه دي عندنا في المحافظات وجه قبلي 40,000 فدان 480، ودي كانت زياده عن العام السابق بحوالي 56% من المساحه اللي كانت منزرعه السنه اللي فاتت. جميل. معنى كده ان في زياده في اكثر من النص واقبال من المزارعين على زراعه القطن نتيجه ارتفاع اسعاره واهتمام الدوله بيه. المزارع حس بالامان ان في وقفه من الدوله معاه بالنسبه لسعر الضمان تحديدا، لان زي ما تعرف السنه اللي فاتت كان سعر الضمان 4000 جنيه ونص، السنه دي 10000 جنيه للامطار الوجه القبلي و12000 جنيه للامطار الوجه البحري. زراعه تعاقديه يعني يا فندم؟ نعم، من الزراعات التعاقديه. في جزء منه من الزراعات التعاقديه اللي هو فيما يخص زراعه الاكثار. احنا السنه دي زارعين 70,000 فدان اكثار من ضمن المساحه الاجماليه اللي هي 311,000 فدان. بيتم عمل عليهم التعاقدات على اساس ان هي دي اللي هناخد منها بذره للعام القادم ان شاء الله، ان احنا نزرعها ونتوسع فيها في المساحات الاخرى ان شاء الله. طيب الدكتور مصطفى، القطن من المحاصيل اللي بتتاثر بدرجات الحراره المرتفعه، ازاي اتعاملتوا مع هذا الامر خلال هذا الموسم؟ بص، هو معروف على مستوى التغيرات المناخيه وارتفاع درجات الحراره ان اغلب المحاصيل كلها بتتاثر بالموضوع دوت، ولكن القطن باقلهم تاثرا. خلينا نقول ان زياده درجه الحراره اكتر من اللازم، انه اعتقد انه قبل التزهير لو درجه الحراره ارتفعت قوي اعتقد ده بيأثر على انتاجيه هو بيأثر على كله، ولكن بيكون في محاصيل بتتحمل الزياده في درجه الحراره. هي المشكله الوحيده اللي كانت معدلنا هذا العام ان كان في زياده في درجه الحراره مع درجه الرطوبه العاليه، ودي يعني احنا بصدد الكلام على محافظات الصعيد اقل تأثرا من وجه بحري عشان الجو جاف هناك. احنا الحمد لله من اول ما ابتدت هيئه الارصاد الجويه تعلن ان في موجه حراريه وتوقعات الارصاد الجويه، احنا بدانا بالفعل في معهد بحوث القطن ووزاره الزراعه نزلنا توصيات ونشرات خاصه بهذا الجزئيه، ازاي احنا هنتعامل سواء برش محفزات النمو، عدم رش المبيدات وقت الظهيره، الري يكون فيه اعتدال فيه، ونزلنا للمزارعين من خلال القوافل الإرشادية والبرامج سواء في التلفزيون أو الراديو أو المعلية المقروءة. نزلنا وعملنا ندوات إرشادية للمزارعين وفهمناهم إزاي هيتعاملوا، ويمكن هو ده اللي خلى التأثير بتاع الموجة الحرارية يكون أقل تأثرا. ليه؟ لأن أنا طالما استعدت للموضوع دوت بيبقى فيه تأثير أقل، ولكن هذا لا يمنع يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني في بعض المناطق اتأثرت صحيح ولكنها بنسبة أقل. طيب ده جميل جدا دكتور مصطفى، حضرتك اتكلمت عن إنتاجية وجه قبلي، عايزين نتكلم عن إنتاجية وجه بحري بقى من القطن، وهل الجودة مثلا من الممكن تختلف؟ هل إنتاجية الفدان من ممكن تكون أعلى مثلا في وجه قبلي عن وجه بحري؟ هو شيء طبيعي إن في اختلاف في طبيعة الأصناف اللي هي موجودة في المنطقة البحرية والمناطق القبلية. إحنا عندنا في صنفين، صنف 98 وصنف 95، دولت اللي بيزرعوا في وجه قبلي ودولت اللي هم بيناسبوا المغازل المحلية وفق الخريطة الصنفية. نعم؟ وفق الخريطة الصنفية 95 و98 دولت الانتاجيه بتاعتهم بتتراوح ما بين 8 ل 12 امتار،
للفدان، وده يمكن الحقل الارشادي اللي احنا جنيناه في محافظه بني سويف كان الانتاجيه بتاعته 12 انتار وبتناسب الظروف الجويه اللي هي درجات الحراره العاليه وخلاف. بالنسبه للوجه البحري احنا عندنا مجموعه كبيره من الاصناف من اول 92 و93 و94 و96 و97 و86 دولت اللي هم بيزرعوا وجه بحري، احدثهم الصنف جيزه 97 وده مزروع في الاليوبيه والغربيه والمنوفيه وكفر الشيخ في بعض المراكز والشرقيه في اربع مراكز فقط. الحقيقه احنا متوقعين السنه دي من ال 311 الف فدان ان احنا يكون عندنا ما يقرب من 1,800,000 ل 2,2 مليون انتار هذا العام ان شاء الله. وده اللي هيبان بعد نهايه الموسم التسويق باذن الله، هيبان الجزء ده لان احنا عندنا منظومه التسويق والتداول القطن الجديده اللي الدوله منتهجاه منذ 5 سنوات هتفتتح ان شاء الله الشون بتاعت البنك الزراعي في نهايه هذا الشهر في وجه يبلي ونهايه الشهر القادم في وجه بحر، ونبتدي توريد الاقطان عشان المزارعين يستفادوا بالسعر التنافسي الجديد اللي هو الدوله اقرته هذا العام. وان شاء الله نتوقع اسعار كويسه وممتازه ان شاء الله، ويعني كل هياخد حقه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ده مهم جدا، ومما لا شك فيه ده بيعكس طبعا اهتمام يعني التوسع في زراعه القطن بيعكس اهتمام الدوله بهذا المحصول الاستراتيجي المهم. شكرا جزيلا دكتور مصطفى عماره المتحدث الاعلامي لمعهد القطن.